مساء الخير سيدنا بركاته. شكرا ابونا ديمتري، اخوة الاباء. اكيد شرف كبير انه اليوم كون بيناتكم. انا جاي من لبنان وجايب لكم كل صلوات قديسي لبنان. اكيد نحن عبواب على العيد المبارك، عيد الميلاد، عيد ميلاد ربنا. ما في اجمل من هالوقت لحتى هيك نفوت بروحانيه كبيره. بقى اليوم قد ما فيكم شلحوا كل هالتعب وهالهموم وهالافكار وسلموها لالله. هذا الهدف الاول والاخير. نطلع من هون وقلبنا مليان من الله. امين. Oh,
يحفظ الرب ذهابك وإيابك من الآن وإلى الأبد. باسمكم كمان برحب بحنا من حلب.